فراشات الكرنب تعيش في منطقة البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا والشرق الأوسط حتى جبال الهيمالايا. تتميز هذه الفراشة بقدرتها على الهجرة، فهي تبدأ هجرتها في الربيع وتستمر حتى الخريف. تتجه للطيران إلى الشمال خلال الربيع ثم تتجه إلى الجنوب خلال الخريف. وهناك بعض النطاقات العشوائية للهجرة في اتجاه الشرق والغرب، وقد لوحظ أن مسار هذه الهجرة في اتجاه واحد يمكن أن تهاجر حتى 800 كيلومتر. تشاهد طوال أشهر السنة حيث أنها تنتج عدة أجيال. يمتد طول الجناحين من 50 إلى 65 ملم، ولها جناحين لونهما أبيض علامات سوداء على قمة الجانب العلوي للأجنحة الأمامية، وهذا النطاق يرى في كل من الذكور والإناث. وقد أظهر مؤخرا بحث علمي رائد أن الفراشات البيضاء قد تكون كلمة السر نحو اكتشاف تقنيات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية بكفاءة أعلى وأرخص تكلفة. فقد قام فريق من الخبراء في جامعة إكستر باختبار تقنيات جديدة لتوليد الطاقة الكهروضوئية، وهي طرق تستخدم في تحويل الضوء إلى طاقة. وقد وجد العلماء أنه بتقليد وضعية حرف V الذي تتخذه فراشات الكرنب البيضاء لتدفئة عضلات الطيران لديها قبل إقلاعها، يمكن أن يرفع من الطاقة التي تنتجها اللوحات الشمسية بحوالي 50% تقريبا. الأمر الأهم أنه باستنساخ البنية الشبيهة بالجناح في نظام الطاقة الشمسية، فإن نسبة الطاقة إلى وزن البنية الإجمالي للنظام ازدادت بمقدار 17 ضعفا، مما جعله أكثر فعالية في إنتاج الطاقة. وتعرف كما أشرنا سابقا هذه الفراشات بقدرتها على الطيران أفضل من أي نوع آخر من الفراشات في الأيام الباردة والساخنة، مما يحد من كيفية استخدام حشرات الطاقة القادمة من الشمس بشكل سريع لتقوم بتدفئة عضلات الطيران لديها. ويعتقد أن هذه القدرة مستمدة من وضعية حرف V المعروفة بالتعرض الانعكاسي للشمس، حيث تتخذ الفراشات هذه الوضعية لأيام حتى تزيد من تركيز الطاقة الشمسية على صدورها، مما يمكنها من الطيران والهجرة بكل أريحية.